أنا الدكتور فادي جعارة من المستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، ورح أتكلم بعد الدقائق عن أورام الثدي ومعالجتها، وبالضبط عن طرق الحديثة للمعالجة الشعاعية لسرطان الثدي. الحقيقة أنه بالوقت الحاضر دور الجراحة في أورام الثدي هو طبعاً أساسي، ولكن هو عم يتراجع لمصلحة العلاجات الكيميائية والعلاجات الهرمونية والشعاعية، وذلك لكي يبقى تحافظ المرأة على الثدي بدون أي تشوه بجسمها. اللي بدي أقوله أنه أول شيء مع وعي المريضة أنه تكتشف المرض مبكراً، نقدر نستعمل جراحة بسيطة ثم نستعمل علاجات كيميائية لحماية الجسم ومعالجة شعاعية كمان بسيطة لتقدر تحافظ على الثدي. العلاج الشعاعي هو أساسي لكي ما يكون الجراحة شاملة، وهذا الشيء انه صاير شيء علاج سهل وغير يعني ما عنده اي تبعات او مضاعفات كبيره تذكر، خاصه بعد ما صار في دراسات بينت انه العلاج الشعاعي ممكن يكون عدد محدود من الجلسات وبين الاسبوع وثلاث اسابيع حسب الاصابه. كثير مهم انه برجع بكرر انه يكون الاكتشاف تبع المرض مبكر مشان هالامور تكون متوفره عند المراه بعلاجات مبسطه. عدا عن ذلك المضاعفات العلاج الاشعه للثدي هي تقتصر على احمرار في البشره و تنتهي عادة 5 أيام لعشرة أيام من بعد انتهاء العلاج. طبعا عم نحكي عن الحالات المبكرة، هلا في حالات متقدمة علاجها بيكون مختلف، ولكن هذيك الحالات لازم تكون طبعا ضمن برنامج علاجي متكامل ومع اختصاصيين بالمجال العلاج الكيميائي والجراحي والأشعة، ويكون في تحديد لكل حالة شو حاجتها للعلاج. وطبعا هنيك عم نحكي بعلاجات متقدمة وممكن تكون طويلة. بالملخص انه سرطان الثدي وكما باقي السرطانات الاكتشاف المبكر هو السبيل الوحيد انه الواحد يقضي على المرض بدون مضاعفات تكون مزعجة ومؤلمة.